بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل أن سخرنا جميعا لخدمة هذا الوطن، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح. بداية، في مراسم اعتماد نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول، أتقدم لأبنائنا الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين والمنتقلين بإذن الله إلى مرحلة التعليم الثانوي أحلى التبريكات والتهاني بمناسبة تفوقهم ونجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة التعليم الثانوي، ونتمنى بإذن الله عز وجل النجاح والتوفيق لمن يحالفه الحظ في الدور الأول أن يحالفه الحظ في الدور الثاني. كل الشكر والتقدير والعرفان لكافة الإدارات بوزارة التعليم بالحكومة الليبية التي بذلت قصارى جهدها في سبيل إنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، ابتداء من المفتشين التربويين الذين وضعوا أسئلة الامتحانات ومراجعتها، وأيضا كان لهم الدور الكبير جدا في وضع الأسئلة الاسترشادية وبث وتسجيل وبث دروس تعليمية بكافة المقررات الدراسية. أيضا الشكر والتقدير والعرفان للإدارة العامة للامتحانات على كل الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاح الامتحانات من طباعة الأسئلة وتوزيعها على كافة مراقبات التعليم. أيضا كل الشكر والتقدير لكافة مراقبين التعليم بالبلديات وأيضا رؤساء اللجان الإشراف على الامتحانات وأيضا المعلماتنا ومعلمينا اللي كانت لهم اليد الطولة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم ألا هو امتحانات الشهادة الإعدادية. كل الشكر والتقدير لمدراء الإدارات كافة في قطاع التعليم على كل المجهودات التي بذلوها، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتهم. كل الشكر والتقدير لسيد رئيس معالي رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بقطاع التعليم ومتابعته الشخصية لإجراء الامتحانات الإعدادية والثانوية وإصدار تعليماته بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللي أوصت بها اللجنة الاستشارية الطبية، ولله الحمد لم تسجل أي ملاحظات خلال الامتحانات في ظل جائحة كورونا. أيضا كل شكر وتقدير لكافة الوزارات والقطاعات التي ساهمت مع وزارة التعليم في سبيل إنجاح هذه الامتحانات. الآن نبدأ مراسم توقيع واعتماد امتحانات الشهادات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020 على بركة الله. شكرا.